عبر اليوم. أهلا بكم مشاهدينا إلى بلينك جديدة عبر اليوم، كل الأحداث العالمية في عيون السوشيال ميديا. أنا مروان زعتر وأحييكم من واشنطن. البداية من سوريا، حيث تستمر المعارك. والفيديو الأول على اليوتيوب، الفيديو الأول مع 8528 مشاهدة، وحمل عنوان الله أكبر 13 دبابة محررة في حلب تتجه إلى القصر، حسب محمل الفيديو. لنتابع. حاجز عن أداء الآن بكامل عتاده، بكامل عتاده. أرجع أعيد معلوماتي عليهم. لا إله إلا الله. بكامل عتاده. دبابات والجنود كلها بأيدي الثوار والمجاهدين في الريف الحلبي. سامع؟ وين رايح اخوي؟ وين نروح فيها هاي؟ شو الله ولا خالتك؟ وين نروح فيها هلا؟ نروح فيها قصر الجمهوري باذن رب العالمين. الى تويت بيك حملها سامي الحموي الدمار في مشهد في مدينه حلب، وهذه هي الصوره التي حملها سامي لمشهد الدمار في مدينه حلب. دائما مع هاشتاغ سيريا وترندينج فيديو على اليوتيوب مع اكثر من 27,000 مشاهده، والفيديو حمل عنوان حلب المشهد استسلام احد الشبيحه بعد تفجير المبنى. لنشاهد. الله اكبر. الله اكبر. كبر كبر الصوت. انتصرنا على الشبيحه. الله اكبر. الله اكبر. انتصرنا على الشبيحه. يسلم نفسه الآن لعناصر الجيش الحر. الله أكبر. حلب حي المشهد الساعة 20/7/2012. انتصرنا على الشبيحة. الله أكبر. تبطويت جديدة غرد بها سمسوم حمص. تعايش الناس هنا مع الأوضاع وصل درجة غريبة. نحن قرب منتصف الليل، أسمع أطفال يلعبون في الشارع على وقع قصف ورصاص، حسب سمسوم حمص. وتويت بيك عبر تويتر حملتها شبكة ساهرة الإخبارية مع عنوان صورة مؤثرة، أطفال سوريا يقضون وقتهم في رسم رؤوس الصواريخ بين البيوت المدمرة. اللهم انتقم من بشار وعصابتها، حسب شبكة ساهر الإخبارية التي حملت هذه الصورة للأطفال على موقع تويتر. إلى تغريدة جديدة عبر تويتر لسعد العجمي، فقط أطفال سوريا بدل ما يلعبوا شرطي وحرامي صاروا يلعبوا جيش حر ونظامي، حسب سعد العجمي. تويت فيد عبر تويتر لأحدم الكندري، أبكي على شام الهوى بصوت الفنان فضل شاكر بحضور المناصرين للثورة السورية الأبية، فإلى الفيديو. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. ربه سلم أهلها واحمل المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمن. تبطويت جديدة غرد بها ياسر الزعاترة، توالي انشقاق الدبلوماسيين مؤشر مهم على انهيار النظام، الترحيب بانشقاقهم شيء وتصدرهم المشهد شيء آخر، حسب ياسر الزعاترة. إلى هاشتاك إيجيبت، والذي يأخذنا إلى الفيديو الأول عبر اليوتيوب، والذي حمل عنوان مظاهرات حركة الشباب الحر في روكسي. لنتابع. إلى تويت بيك، والتي حملها أحمد طلعت، مدينة القاهرة ليلا مصر، وهذه هي الصورة التي حملها أحمد. بالفعل نرى منظر جد جميل ورائع، تحية لكل من يشاهدنا في القاهرة. تغريدة جديدة عبر تويتر ليوسف الحسيني، أينما وجدت الحرية ازدهرت الحياة، فالحرية تطلق العنان للإبداع في أي شيء.
هكذا تتقدم الأمم. يوسف الحسيني. نتابع مع هاشتاك إيجيبت وتوب تويت جديدة للدكتور إيهاب مسلم. تحقق حلمكم ووصلتم بمساعدة المصريين لحكم مصر، ماذا عن أحلام المصريين وثورتهم الآن؟ إيهاب مسلم. توب تويت جديدة هي لنبيل عبد الرازق. في الميدان وخلال 18 يوم كان المصريون يأكلون الفتاة فيشبعون، وكنا نستطيع أن ننام في أي بقعة بالميدان ونحن واثقون من نظافتها. نبيل عبد الرازق. نتابع مع التغريدات المصرية وتوب تويت لمصطفى النجار. أثار مصر ثروة يجب إعادة النظر في التعامل معها لفتح فرص عمل وجذب استثمارات ورفع معدلات السياحة، وهذا يحتاج لفصلها مع ضرورة التنسيق مع السياحة. هاشتاك إيجيبت وفيديو على اليوتيوب حمله اليوم السابع وحمل عنوان 6 أبريل تقيم حفل إفطارها السنوي أمام ترة. لنتابع. من مصر إلى الحدث الرياضي العالمي والتي كل الأنظار تتجه إلى لندن لمتابعة الأولمبياد. هذا الحدث تريندينج في السوشيال ميديا وتوب تويت لحمدين صباحي. أمنياتي بالفوز لأبطالنا في الأولمبياد الذين تغلبوا على الصعاب والإمكانيات المحدودة ليشرفوا مصر. نتابع مع أولمبياد لندن وتويت بيك لسعدية مفرح. لاعبة سلاح الشيش الأمريكية في أولمبياد لندن ابتهاج محمد، أول لاعبة محجبة تمثل أمريكا في التاريخ الأولمبي، وهذه هي صورة البطلة التي تمثل أمريكا. لندن 2012 وصفحة جديدة على تويتر أنشئت خصيصا للتغريدات الأولمبية ولمتابعة أكثر عن كثب وقرب، ولحظة بلحظة حيث وصل عدد الفولوورز إلى 1,300,000 و3,484، كمان لتويتس 2,822، وهذه الصفحة تتبع 981. إلى موقع سوبر سبورت الإلكتروني وفاندربرغ تريندينج على تويتر، حيث اقتنص السباح الجنوب أفريقي كاميرون فاندربرغ الميدالية الذهبية لسباق 100 متر لسباحة الصدر في منافسة دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012، وسجل رقما قياسيا جديدا، فاستحق أن يكون تريندينج على كل السوشيال ميديا. إلى تريندينج فيديو على اليوتيوب لقصة محزنة لكن نهايتها سعيدة ومفرحة. إنقاذ 3 دببة عالقين في مكب النفايات بواسطة سلم. وصل عدد المشاهدين إلى 28,394 مشاهدة في أيام قليلة. لنتابع. إلى فيديو جديد تم تصويره في أحد مزارع ولاية مين الأمريكية لعنزة تبلغ العمر الشهر، كلها نشاط حيوية ومشاغبة. تريندينج فيديو مع أكثر من 300,000 مشاهدة. لنتابع.
تابعنا مشاهدينا منذ أيام في بلينك تريندينج فيديو لشاب يؤدي رقصة مون ووك لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، واليوم تريندينج فيديو جديد لحيوان حصان البحر يرقص ويتميل على أنغام أغاني مايكل جاكسون مع أكثر من 22 ألف مشاهدة. تابعوا معي. بيستحق زقفة كتير كبيرة. بلينك انتهت لليوم، ما تنسوا فولو أس عبر تويتر ولايك أس عبر الفيسبوك. دائما اليوم شو، ألقاكم غدا، فإلى اللقاء.